دول يعني ادوا روح وخلقوا نوع من التنافس. استعان بيهم الكابتن مشير. الكابتن مشير هو بقى جدع جدا في كده. ما انا عايز اتكلم عليه، لكن قبل ما هنروح له يا فرج بيه عايز اسال الفرقه اللي قدامنا الزرقاء دي اللي صعدت ممتاز تقريبا، دي تشيلسي بقى على راي محمد ازرق، كلفت يعني لو حك انت طبعا حك رجل اقتصاد، يعني كلفت النادي تقريبا قد ايه؟ اولا هقول لسيادتك حاجه انت حضرتك مش هتصدق. اولا احنا عندنا لاعب واحد بس محترف هو اللي 250 الف جنيه عقده، حبيب محمد واحد بس. ده جنسيته ايه ده؟ وغاني ده ب 250 الف ولاعب ب 180 عايزين يخطفوه منك انا سامع كده. مظبوط، ولاعب ب 180 الف ايوه، والباقي كله من 140 ل 100 الف. لا والله وحياة ربنا ما شاء الله. يعني دي اقصى ارقام عندك؟ هي دي الارقام الفعليه. دي الارقام الفعليه، هي دي الارقام الفعليه. اغلى واحد ب 250 اللي هو الحبيب. الحبيب الحبيب حتى هو لما مضلنا هو لعيب دولي في غانا، فجاي بعد ما مضى واتفقنا وخلاص وكل حاجه فجاي يقول ايه، طب يا ترى انا هلعب الاهلي والزمالك كام؟ قلنا لا احنا ما بنلعبش مع دول. راح سايبنا سايبنا وراح جنوب افريقيا، جاله عقد بقى كبير. بعتنا له شكوى عن طريق الاتحاد الدولي وكذا وكذا وجبناه ما شاء الله ولعب. يعني خدت ولعب فرود؟ لا هو مساك. مساك تحت بيلعب تحت. بس لعيب مهم. لا بس عندنا المصريين اللي عندنا ان شاء الله لما يطلعوا انا بفكر حضرتك على الاقل اثنين منهم هيروحوا المنتخب يعني. طبعا عندنا ناس مميزه جدا يعني، الاهلي والزمالك عايزهم. لا ما انا انا عارف الحاج دايما ما شاء الله. الحمد لله يعني عندنا لعيبه مهمه، عندنا كذا لاعب ويعني. وبعدين البطل هو الفرقه، هو البطل في سموحه هو النظام اللي اتحط، ان الاول لعيبه كلها متقاربه من بعض، مستويات متقاربه جدا، ما عندناش نجم. يعني خدت بس يمكن الكابتن علاء ابراهيم لما جه في يناير هو ده اللي نجم طبعا، وهو يعني ولعب النهارده جاب جونين، لعب وجاب جونين. وهو دلوقتي بقى هداف من الهدافين. احنا عندنا الاهداف حتى موزعه. عندنا اكتر من لاعب جايب 9 واللي جايب 10 جايبين 57 هدف. واللعيبه الخبره دي مهمه جدا على فكره. وهو كمان رمز من رموز التفاؤل. يعني قصدي ايه، كان خط تجربه انه طلع قبل كده بتروجيت. خدت بسك فعنده التجربه دي بالظبط، واللعيبه بتعرف تتعامل معاه داخل منطقه الجزاء. لا مش هو الكابتن، الكابتن النهارده كان خالد عبده. ده راجل، لان اسلام ما كانش بيلعب، كان مصاب او حاجه زي كده. وبعدين بعد كده غريب فتحي، يعني كلهم طلع خالد عبده نزل، هما كلهم. عايز اقول لك حاجه، البطل هو الفرقه، البطل هو النظام. البطل ان احنا ما عندناش لاعب مميز عن الاخرين. فكل اللاعبين حاسين ان هما ايه، زي بعض وقريبين من بعض. ودي مهمه جدا يا فرج بيه، دي مهمه جدا لدرجه ان حضرتك الكابتن مشير دائما بيقع في حيره شديده في اختياره للاعبين، لان هو ما بيبقاش عارف يختار مين. وهو الميزه اللي وصلتنا، الدوري ده طويل جدا ومتعب وممل، فحضرتك لو اعتمدت على 15 او 16 لاعب مش هتقدر تكمل المشوار. لا صعب جدا. اللي يقدر يكمل المشوار اللي هو يستعين بال 25. هنا انفجرت بقى طاقات الفرحه. مظبوط. بعد انتهاء المباراه ما شاء الله وصعود سموحه لاول مره في تاريخه. ما هو اسكندريه اتحاد سكندري اولمبي، وكان في قبل كده افتكر السواحل. والسواحل اللي هو حرس الحدود، اللي هو حرس الحدود والكروم طبعا. ما شاء الله. انت ده كان حد من اللعيبه. بعد شويه نسمع اللعيبه دي. بعد شويه نسمع اللعيبه دي. طيب نروح للكابتن بقى مشير عثمان عشان نديله حقه اكيد يا فرج بيه. حاج بعد ما مشي الكابتن الاول اللي كان موجود بعد ثلاث مباريات يعني هل حضرتك اللي فكرت في كابتن مشير ولا حد رشحه؟ هقول لسيادتك حاجه. بص حضرتك، يوم ما الدكتور ميمي عبد الرازق قدم استقالته طبعا مع الاحترام السنه فاتت رحت متصل بالكابتن مشير السنه اللي فاتت. وكنت عايز اجيبه لسبب، لان انا شفته عمل مباراه جميله جدا مع الاولمبي. بالظبط. خدت بس فكان عاجبني قوي بالرغم ان الاولمبي ما وفقش، بس هو عمل ماتش. هقول لسيادتك حاجه تانية برضو. انا اسف ان انا اقول كده. قبل كده ناس راقيه جدا رشحت لي الكابتن مشير، بس انا ما كنتش شفته. خدت بس سيادتك. وبعدين لما شفت الكابتن مشير مع الاولمبي وكان اسلوبه هادي وكده عجبني جدا. فخليت المعلومه دي مختزنه، زي برضو الدكتور ميمي انا جبته لانه كسب 14 مباراه متتاليه مع دمياط. تمام. فدايما انا اؤمن بالنتائج. طبعا هي يعني النتائج اللي من غير امكانيات، اللي يعمل نتائج طبعا لازم نحترمه جميعا. فبرضو كابتن مشير بفرقه اقل من فرق اخرى عمل نتائج هايله. اتصلت بيه
فلقيته في الامارات وقال لي انا لسه واصل. قلت له حتى لو ندفع لك الشرط الجزائي؟ قال لي لا انا مش عايز، انا عايز احترم نفسي، بالرغم ان انا معجب بالفرقه بتاعه سموحه وكنت بروح اتفرج عليها مع الكابتن طه بيصري لما كان ماسك الاتحاد السكندري مخصوص في استاد اسكندريه، كنا مبسوطين من اللاعبين دول وانا حابب امرن الفرقه، بس الظروف خارجه عن ارادتي. اول موسم كلمته يا كابتن مشير، قال لي والله انا لسه عقدي موجود. لما حصل ان الدكتور احمد عاشور قدم استقالته وحاسس ان هو مضغوط عليه، لان احنا كنا ضاغطين عليه ضغط غير عادي. ما عندكش اختيارات؟ ما عنديش اختيار، عايز تطلع بقى خلاص. انا عايز اطلع. فجيت الكابتن مش كلمته، قلت له يا كابتن الموضوع كذا 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 واحنا عايزين نطلع وعايزين ان شاء الله يعني وباذن الله. طبعا. فالراجل مشكورا جه من الامارات؟ لا كان لسه واصل. كان وصل هنا. كان لسه واصل. قبل تولي المسؤوليه، قال لي اديني السيديهات بتاعه الفرقه. خدت مسيرتك. كان الكلام ده كان يوم الاربع، يوم الجمعه خاض اول تمرين. وقد كان، فهو منظم. وبعدين هو في ميزه كمان برضو لازم اقولها، الامانه تقتضي ذلك، ان هو يروح النادي الساعه 7:30 الصبح ويمشي 9 بالليل. 7:30 الصبح؟ طبعا احنا موفرين له كافه الامكانيات. طبعا أكيد. بس هو راجل يعني متفرغ. 7:30 الصبح اهو يروح بقى الصبح، حب يقعد في النادي. بعدين عنده بقى مثلا لعيبه بقى تخش الجيم، لعيبه مش عارف ايه، لعيبه لو عايز يوجه لوم او نقد او توجيه لاي لاعب بينه وبينه يجيبه لوحده. مدرسه خاصه بقى. حاجه تانية، هو ما اداش جزاء لاي لاعب، حتى انا ساعات يعني بس كنت كاتم في نفسي الاقي مثلا لاعب ياخد كارت احمر ويطرد او بتاع، والكابتن مشير مثلا ما يعاقبوش او كده، وكنت ابقى متضايق. خدت رسالتك، لكن انا ما اتدخلش ابدا. ابدا ولا اساله. بتسيبه خالص هو خلاص صاحب القياده. لكن ما يحصلش مثلا فرق بيه في مره، خلينا يعني نكون صرحاء، يعني ممكن حب تقعد معاه في قاعده مثلا، مباراه ما عجبتكش او كذا وكذا، اكيد بيحصل دردشه. اكيد هو بيفكر معاك ازاي، او بيبقى ردود افعاله ايه، او ما بوجهلوش. ما عمري ما وجهت له خالص. لا هقول لسيادتك، انا مثلا ساعات اقول له ايه يا كابتن مشير، انا عايز اسال سيادتك سؤال. احنا كنا بنلعب كام مهاجم؟ يقول لي ليه مثلا؟ يعني بروح له بطريقه غير مباشره، بطريقه لطيفه. طبعا هو بيفهم في الكوره احسن مني. انا مشاهد. بتفرج. بقول له لان انا كنت شايف مثلا ان مثلا عمرو فتحي لوحده، او غريب فتحي لوحده، او فلان الفلان هو اللي في خط النص طبعا. خط كسؤال، مجرد سؤال. يقول لي لا ده كان حصل كذا كذا كذا، لكن انا لما شفت كذا تداركت ذلك في الشوط الثاني وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. بس يعني يشرح لك بطريقه لطيفه. ساعات الاقيه بيلعب ناس مثلا انا احساسك بيهم مش يعني بعتقد ان ده مش في مكانه. لا بس هو يعني راجل، هو يعني عايز اقول لك على حاجه، طالما انت سيادتك مركز في عمله، ملوش الا الشغلانه دي، مركز فيها، عايز ينجح، عنده الصلاحيات، احنا في ظهره، اي حاجه طلبها. هو ما طلبش الا حاجات معقوله. يعني طبعا هو بقى من النوع اللي ايه، بيهتم بشياكه اللاعبين. شياكه ده مهم، ان اللعيبه تكون شيك جدا. ده مهم، ده نفسيا مهم جدا. طلب فيسترات، احنا عندنا بقى فيسترات شيك قوي وراقيه قوي قوي، طلب فيسترات ازيد. ايه الفيسترات دي بقى؟ اللي هو الحمامات. الحمامات سوري. ازيد، عدد اكبر. اديناله. طلب مثلا القاعة اللي هو عنده قاعه طبعا فيها فيديو، فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، طلب نزود التكييف، كل حاجه طلبها احنا. بس كلام منطقي وكلام معقول. ومصلحه العمل، بيرتقي بمستوى اللاعب بتاعه. هو اللاعب وعنده يعني ربنا موفقه ليه. لان اللاعب بيحس ان الكابتن مشير بيدور على مصلحته. فاصبح هناك نوع من الانتماء. بالظبط. وبعدين عنده بدائل، فاصبح مفيش لاعب بيعتقد ضامن انه هيكون موجود في التشكيل، وان كان ثبت التشكيل بنسبه 90%. وده يعني مهم، وده مهم. كان مثبت التشكيل الا في حدود معينه او كذا. وده طبيعي. خدت لكن ده مهم. لكن الحاجه الثانيه، ان اي حد يتدلع او مستواه ينزل كان على طول يستبدل، بيريح، فهو واضح. وده مهم. طب قول لي عامر بيه، يعني طبعا انت عارف الموسم اللي جاي خلاص على ابواب على فكره ان شاء الله. ده احنا باذن الله هنخلص في 6، يا دوبك يبقى في شهر والدوري هيبتدي بعد كده ان شاء الله. وبالتالي من المؤكد ان لابد تكون انت بدات تعمل من امبارح على الموسم الجديد. هل كونت فيك طبعا الممتاز يختلف اكيد مظبوط على القسم الثاني اكيد مظبوط.
نمبر 1، هل اسال حضرتك ولا لسه ما فكرتش، هل الجهاز الفني مستمر او لسه؟ طبعا الجهاز الفني مستمر. مستمر زي ما هو. هو المدير هو الفني اللي يختار، هو اللي هيختار. احنا بنتعامل معاه هو. يعني دايما هو، عشان هو اللي يختار الناس اللي تتعاون معاه. مظبوط. فما اقدرش افرض عليه حد، وانا ما فرضتش عليه حد. لا ده مهم. هل في مدير كره ولا مش هتحط مدير كره؟ بص برضه حضرتك الصيغه دي كلها بالاتفاق مع المدير الفني. يعني المدير الفني هو عامل تقرير.